ايوه، مين اللي هيجيبهم لك؟ لا مؤاخذه قطر هتديك 20 تريليون، طب ما تاخد من الامارات 10 تريليون، ما تاخد من السعوديه 5 تريليون. هو الكلام تقريبا الكلام ببلاش. انا فاكر قبل كده مره كان رايح يقابل محمد بن سلمان عشان يتم موضوع نيوم وياخدوا من مصر الشواطئ اللي مقابله للسعوديه علشان يضموها لمشروع نيوم اللي وقف دلوقتي، وقال انا وانا صغير كنت بحلم كده بقول يا رب لو تديني 100 مليار يا رب، اديني 100 مليار يا رب عشان اصلح حال البلد دي. ايوه، هو هناك في حاره اليهود وفي خان الخليلي لما كان بيشتغل صبي عند ابوه كان بيحلم ب 100 مليار دولار. صدقوا ويعمل نفسك مصدق. سبحان الله، الكلام ده مثلا من سنه ولا سنه ونص، دلوقتي بقوا كام؟ 20 تريليون، واخد بالك؟ ده السيسي اي هرتله يعني، الكلام عليه حساب ولا الكلام على حد بيراقبه؟